اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم صاحبتي الفنانتين الزوينين اللي غناو على خوهم ياك هناء مخبابي. اهلا خويا صافا، كدرتي على خير؟ الحمد لله. صافا اخبارك؟ الحمد لله بخير مزيان. صافا وهنا انتم في اطار استعداد لواحد الحفل كبير كاف توما زاكون، حدثونا اول حاجه على المشاركه ديالكم في هذا الحفل. انا وهنا مشاركين في هذا الحفل هذا اللي غيجمع نخبه من مصممي الازياء اولا وكذلك الفنانين اصدقائنا، لنا الشرف اننا نشاركوا في هذه الدوره التاسعه. صراحه هاد اللقاءات هادو اللي تيكون فيهم ديفيلي دو مود قفطان وهذا الشيء تيعجبني انا لانه صافي بارتي من يعني من الحوايج اللي كنبغيو انا وهنا، لانه ديجا دارسين مجال الموضه والازياء وتيعجبني انني نشوف وكذلك الماركتينغ، فكيعجبني انني نحضر بحال هذه المناسبات هذو. انا بغي نعرف شنو رايكم في هذه الجوبعه اللي خلقها لقب سفيره القفطان المغربي؟ بزاف الفنانات سفيرة، شنو رايكم في هذه القضيه؟ هو حر، كل واحد يبي يسمي راسو اي سميه او لقب هو حر، لكن انا كنظن الاحسن هو الناس تكون عنده فكره زوينه عليك وتثبت عليك ومن بعدك تكون ذكرى زوينه. انا ممكن نخرج دابا، انا واقفه دابا نخرج لي لقب زوين، ولكن ماشي حقيقه، هو في قراره نفسك كترجع انت فنان. صافي انت اللي عطيتي راسك. تمام، ما كيكونش فيه فرحه بينك وبين نفسك. نمثل على الناس اني انا واعره سهله، ولكن النجاح الداخلي او نجاح عند الناس يعني من بعد مثلا ما يعتزل الواحد او من بعد ذكرى بعد وقت طويل، هذا هو الاهم. انا كنشوفه القاب ما كتعني لي والو، وكنفضل الفنان ما يعطيهاش لنفسه. بارك الله عليكم. نرجع معكم في واحد القضيه اللي كنا هضرنا فيها واليوم نبغي التوضيح منكم، هما تطورات قضيه حمزه مبيب. مادام انك صفاء وعدتينا انه اخر مستجدات غدا تهضري، شنو تعليقك على ما يقع؟ فراسك للعلم للاشاره، انا وهنا من بعد لي فاكونس ديالنا رجعنا وتكونسونترينا في الدكتوراه ديالنا، دابا كنحس بواحد الارتباك بعدا قدام الكاميرا، لانه مده ما خرجت، هذه اول خرجه لي انا وهنا مورا واحد الاستراحه شويه. غبرت وتكونسونتريت في القرايه لدرجه اني نسيت انني انا فنانه. فالموضوع ديال الملف اللي دابا تنشوف في المغرب كله والدول العربيه كلها كدوي عليه، حتى انا ماشي كفنانه، كوحده مواطنه كنشوف اشنو واقع مره ولا الناس كيسولوني وما تيكونش عندي جواب، لان بحالي بحالهم تيسحبوش انا غيكون عندي شي حاجه سكوب، ما عندي والو. انا اولا على قد يعني الحوايج اللي داروهم تيخص ضروري يكون واحد الجزاء. سي فغي كو الجزاء ديالهم كان هو الحبس. الحبس شي حاجه اللي ما تمناهاش حتى شي حد، لكن الا واحد غلط كنظن خصو يودي، وكنظن انه القضاء ما يكونش ظلمهم على ما اظن هذه الفكره ديالي. لكن نرجعوا نقول انا ما بغيتش الناس ياخذوا عليا واحد الفكره، لانه انا وهنا كندوب واحد العفويه، وإلا عطيت الراي ديالي انا ماشي كنعطيه بواحد الجبروت وخصهم يديروا نو. الكاركتر ديالنا كيغلب، الكاركتر ديالي انا وهنا كيغلب. شنو هو؟ انا ما نبغيت شي حاجه خايبه، ما نبغي لا حبس لا مشكل لا والو. يقدر يتاول شي كلمه وتحط بحال هكا فيديو قصير وهكا فيه مونتاج وتقال عليا شي حاجه انا وهنا ما قلناهاش، لا، انا وهنا مع المظلومين، سواء كان فنان مظلوم بيان سور ما نبغيش يتظلم، اولا كان طرف اخر اللي هو مواطنين يكونوا مظلومين تما ما غيبقى فيها الحال وما نبغيهمش يتظلموا، فانا في كلا الطرفين الظلم لا. واخا هنا شنو رايك انت في الحكم اللي خذاته سكينه كلامر؟ انا سكينه كلامور مع عمري ما تلاقيت بها، ما كنعرفها لا والو، عرفتها يمكن كالمواطنين المغاربه كافه من خلال هذا المشكل. كنت تنقول كان عندي شك، تنقول واش عند متورطه ولا لا. انا القضاء من قال كلمته بسنتين ما نظنش قالها هباء منثورا، كاينين ادله اللي اكدوا. من تحكمات بسنتين هي كضر، هي دائما كتكون مظلوم كتقول بغيت واحد غير وفا. انا من الناس اللي فوا كيطيح واحد وكيتحاكم كيف ما كان الحكم ديالو كيبقى فيا الحال، من الناس اللي كيبقاو فيا. لكن نرجعوا نقول اللي تظلم وكيبكي الليالي ويدعي الله راه خاصو يطرد ليه الاعتبار ديالو. ربي دار العدل، الا ما كانش انا كيلهي علاش باش انسان يبرد. انا ما كنبغيش ندخل حيت انا فنانه، لو كنت فنانه ممكن ندوي بطلاقه اكثر. كنعرفوك صريحه انت، ولكن كتكون فنان ملزوم عليك شي حوايج باش تبقى دائما، ماشي لانه انت فنان دي كوليك ديالي، انا ما كندوي على كوليك. ضروري من المجامله زعما؟ ماشي المجامله، احترام الاحاسيس الاخر. انا فنان وانت فنان، علاش غندوي لك؟ لو كنت من الشعب غندير ميكرو تورتوار ونقول الفكره ديالي وصافي. كتكون فنان خصك تحترم شويه، انا حنا في دومين واحد ونحنا كتجمعنا مهنه واحده، فلو ريسبي زوين. هو ممكن لو ريسبي ما كيجي في هذا الزمان، هذا الوقت ما خصكش لو ريسبي، خصك تخرج نيشان ونقول دابا جوج كلمات ونقول فلان وندوي، ولكن انا التربيه اللي كتغلب. راه انا وصفاء ناس وبزاف الفنانين اللي تورطوا في هذه القضيه لانهم
كيعلقوا هما كاين شي ناس عاجبهم الحاله التوريطه كتعجبهم باش نقول لك كيبينوا انهم مورطين وكاينوا ما بينهم بين نفسهم زوين هذه البلباله وكتكون في الحديد ديال الناس وهانتيا في التوندونس انا وصفاء لا ومليون لا نشر الغسيل ما عنديش معاه واخا كيجوني كان كيستفزونا انا وصفاء ومؤخرا استفزيت باش نخرجوا ندوي استفزيت ولكن هنا فين غيبان المعدن ديالك ما غندويش ما غنشرش الغسيل كاين تليفون كاين انسان بيدو معك نيشان يحل معك مشكل اما بقى داك النشر عليا نشر عليك انجح بهكاك لا انا شحال من مره تحطنا في مواقف حنا وصفاء صعاب كان ممكن ندوي فيهم ونطلع كنرجع لور كان كتعب شهر كنخدم 3 شهور كنزل اغنيه زوينه الوغ كتاثر فيك الهضره نعم كتاثر فيك الهضره انا 100% انا ما بغيتش نهار ما تاثرش فيا الهضره دليل انه كتاثر فينا الهضره كنخاف نقول شي حاجه تجرح الانسان يعني عارفه الامباكت ديالها انا حاسه بيه والله العظيم انا احنا في الدومين شحال دابا اليومين هذا كيبقى فيا الحال كتحاول دير شويه راسك انا كوانا بروفيسيونيل ولا درت زعما فاصل ما بينه وبين نو كيبقى فيك الحال اتفقوا هنا قبل ما نختم معكم غير نرجع على من غتغنيو من بعد غنيتوا على اخوكم على من جاي الدور هذه المره كاينه واحد التريو غنديروا انا وهناء مع فنان مصري غيكون من انتاج جاكو جاكو سي انا مي ديالي انا وهناء وكان ديما تيقول لي بغيت ندير لكم انتاج بغيت ندخلكم يعني المجال الفني من ابوابه الواسعه على الشرق الاوسط ان شاء الله قريب انا كيشرفني نخدم معاه لانه عنده تبارك الله خبره وخدم الناس اسماء كبيره وخدم الافلام قبل وافلام كبيره واللي خدات جوائز يعني حتى جوائز كان يعني الاولى جائزه الاولى كان دار لو بروفيت ومحمد رمضان هو اللي كان منتج الاغنيه الفكره اللي هو انتاج كبير يشرفني خدمة هو انا كنت مجده واحد الاغنيه لكن قال لي لا من مورا اخوكم خلونا نديروا خدمه زوينه وندخلوا بانتاج كبير اللي يبين صفا وانا بطريقه اخرى فنتمنى ودعوا معنا ان شاء الله الله يوفقكم يا رب العمل يكون ناجح انتم اكيد متالقات وكل اعمالكم كتلقى النجاح في الجمهور المغربي كلمه اخيره للجمهور ديال شفت في والناس اللي كيبغيوكم الناس اللي كيشاهدونا في هذا الفيديو جمهور ومشاهدين شوف تي في انا وهنا كنحماقوا عليكم بزاف وكنتمنى ان شاء الله الجديد ديالنا ديما يكون في المستوى وما يحشمناش معكم هذا هو الاهم هنا انا غنقول للمشاهدين شوف تي في مبروك تبارك الله 5 مليون متابع اليوتيوب انا كنرد البال وشويه رد البال معكم ما شاء الله هذا دليل على خدمه ديال دائما وخدمه ديال فريق عمل كبير اللي كل شويه كيحط جديد ودائما متواجد في المواضيع الكبيره اللي كتهم الشعب المغربي برافو لكم طلع عليك شكرا تبارك الله على مونامي باسكو دابا كنشوف كنفرح تبارك الله عليك صحفي كبير ونشوفك ان شاء الله في اعمال جايه وندوف حوايج زوينين خايبين مرحبا